إبسال المدافع الأوسط الذي أخذ مكانه في هذه الأمسية. شيخ كوياتي الموجود في التشكيلة الأساسية للمنتخب السنغالي. الفريقان المنتخبان سيدخلان أرضية الميدان بعد ويوسف بليلي ثلاثي الخط الأمامي في تشكيلة المنتخب الجزائري التي يشرف عليها جمال بالماضي. الدفاع دياتا مع ألفريد ندياي وأليون دياي في وسط الميدان. ساديو ماني سيكون موجود. فشهدوا نشيد قسما المنتخب الجزائري. فوز اليوم سيلفز ثوب مهم جدا في هذه البطولة. ضربة الانطلاقة أعطيت أولى الكرات لساديو ماني. عمل عيسى مندي لمسنا الكرة الآن ومسكنا الكرة بعد دقيقتين منذ انطلاقة المباراة. عيسى يبحث عن سفيان التغطية الدفاعية. نرجع تنفذ الكرة في التماس. ساديو ماني يرجع للخلف لمدافع صابالي. الكرة بعيدة من صابالي. البحث عن قلب الهجوم من يونغ والحكم يقول خطأ. عندنا ذكريات معك سيئه يا يعني سي كاسمي المدرب منه. وتسترجع الكره من سفيان فغولي يلعبها لرياض. هاي كره صعبه. رياض مازال رياض في وسط الميدان. كره ممتازه عن طريق ندياي. تغارح ندياي. ندياي مازال. سفيان معاه. ندياي مازال. الحكم خلى اللعب وعطال مره ثانيه من امام ساديو ماني. عطال ساديو ماني زانيا. بالدي يستعد حذري. الكره منفذه بالقائم الاول وعطال ورئيس. عطال ورئيس التقت هذه الكره. فرق الاهداف اللي راح يفصل في صاحبي المركز الاول والثاني. بغداد بنجاح يبحث عن بليلي التغطيه الدفاعيه او يبحث عن بن ناصر. تلعب على الجهه اليسرى مع اللاعب ندياي. التوزيعه في القائمه الثانيه بعيده. راحت سلامات خرجت من قبل. أكثر مباراة دارة من جانب السنغاليين. عارف بأنه جمال قال لهم ندخلوا المباراة بعقلنا يعني. سرد الكرة رياضي بغداد. راح بغداد وبا با 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 لمسة يد يقول حكم المباراة كرة جول. لمسة يد ولمسة جول. مخالفة صعبة على خط ال 18 حتى يرتاح المنفذ البغداد. يا يوسف ها يا يوسف تخيل بانه كان فيه اتفاق بين يوسف وبغداد من القاهره. نقصد بغداد المدينه والقاهره المدينه التي تلعب فيها هذه المباراه. وخطا اخر يقول حكم المباراه ارتكبه بال 20 دقيقه الاولى من عمر هذا الشوط الاول. الكره من هنالك عن طريق اللاعب ساديو ماني. حاول يمر والحكم يقول تماس للمنتخب الجزائري. الفريق هو مع الفريق الاول لبرشلونه شارك معه في بعض المباريات الفريق الثاني. وماني سلامات مرت وراحت. من بالدي كيتا بالدي. لو قلت لنا من قبل ما كنا لندى. من هنالك بالدي حاول يمر لصالح المنتخب السنغالي مع الرامي بالدي. رامي وبالعمري بالدي ترجع لواجني مرة ثانية. يضغط اسماعيل بن ناصر ويضغط سفيان. توصل على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب نجاي. حاول يمر ويستفيد من خطأ يقول حكم المباراة بعد التدخل. تبيني قائم بدوره. تروح في الوسط لبليدي يلعبها مع بغداد ومع سفيان. بغداد استلمها ونجاح. يقول حكم المباراة بعد التدخل من كاليدو بوليبالي. خليني نقول لكم عنده الكرة الآن مع سفيان. بغداد يدخل وضيع الكرة. ما زالت الخطلة بدأوا أو يتخوفوا مش الخوف لأنه ساديو ماني لا يخاف ورياض محرز لا يخاف بل يتخوف من معطياته من ظروف تتاح للاعب يستثمر فيها مثل ما فعل بن ناصر في مباراة الأولى. يا رئيس يلا يا رئيس لا يا عيسى دقتها رئيس ويلعبها مع يوسف عطال. محاصر شوف كيف يضغط عليه اسماعيل بن ناصر. رجعت من كوياتي يضغط بغداد بنجاح على الحارس مندي. بغداد ومندي عودة منه يوسف عطال ضيعتها. الكرة السنغالية حذري كرة صعبة راحت لنيونغ. خمس دقائق عمليات. بغداد بنجاح غطى كورت ويرجع ليوسف ليلي. يوسف في خطأ. عطال يوسف لرياض. رياض يوسف راح يوسف في خطأ. بالدي معاه. يوسف عطال راح دخل يوسف عطال وبالدي ورجعوا صفر خطأ. لا يوسف يا يوسف يا يوسف الله يرحم والديك اختك من الحكم حتى المطار اي شيء. رياض محرز رياض القائم الاول
في اتجاه رامي بن سبعيني والكرة في الركنية لصالح الخضر بعد 40 دقيقة لعب من عمر هذا الشوط الأول 0-0. من هنالك خلنا الخمس دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر الشوط. شيخو كوياتي يبحث عن يونغ لم يقدر. هيثم مندي يبحث عن سفيان بالسيف وجد سفيان رجعت لعطال. عطال يلعب مع في القائمة الثاني رياض محرز ولا بغداد وعيسى مندي. الحكم قال ضربة مرمى حطها لكم فوق الرؤوس. شوف هنا ترجع إلى رياض صبالي راح ودخل صبالي مازال صبالي يلعبها في اتجاه الجيعي يبعد عن المرور من أمام. سفيان اختبى الكرة كرة خطيرة راح بغداد كرة جول يا بغداد يا بغداد التصيدة ولا لا سفيان تروح من هنالك على الجيلون ريموسا واكي يوسف البلايلي يخطف من ذاك الكرة غطاها يوسف يحاول يمر وفي خطأ. يوسف بالليلي اختفى الكرة من أمام وعزة هنالك في الاستوديو في الدوحة في أسيا ككل بما في ذلك في الدوري القطري. ضربة الانطلاقة أعطيت من الحكم بأن الجزائر والسنغال راضيين بالتعادل يعني. كرة بعيدة جمال بالعمري بالرأس يرجع للخلف دي. كرة بعيدة نزل سفيان خطيرة وبابا با جول وبابا با جول جول. يوسف يا يوسف لعبة جماعية رائعة يا سلام لعبة كبار. نعم لعبتم لعبة انت كبار. عطال لرياض رياض لسفيان سفيان من هنالك ليوسف يوسف في الجول على مندي. الجزائر جول السنغال زيرو. مستمتعين ايضا جماهيرنا وشعبنا العزيز في الجزائر ومستمتعين كذلك عشاقنا في مصر كم هم كثر. هذا الثاني ما نقولش لا ولكن تكونوا حاضرين. يوسف البلايلي يتوغل يوسف راح يوسف بلايلي والدفاع والسنغال سنغال واحنا ممكن نخسر يعني اليوم وغدا وممكن نفوز اليوم وغدا وهذه الكرة وخطأ آخر. لا ما تحتج يا رامي عمري تلعب الكرة في التماس. ساديو ماني في كل مكان ساديو ماني الآن يا 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 لعبت الكرة والتدخل القوي من هنالك حذاري من ساديو ماني تسترجع الكرة السنغالية مرة ثانية والضغط. هذه افريقيا لازم يلعب بشكل بمجهود اكبر من المجهود اللي يلعب به في نادي لاس. الكره تلعب سريعه حذري حذري الكره هذه مرفوعه في القائمه الثانيه بعيده بعيده راحت 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 الكره مباشره على صفلي بليلي بليلي رياض. شوف كيف يتحولوا الى كثافه عدديه لما يزيد يوسف بليلي يروح لرياض يتحولوا الى عدد كافي ووافي للاحتلال. سفيان راح رياض راح رياض راح رياض راح رياض اي 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 جيعانين اللاعبين الجزائريين. نعم كوياتي البالدي كايتا بالرأس من هنالك حكم خلى اللاعب رقبه بنجاح خرج بالكرة بنجاح راح بنجاح على اليولي. الكرة ما زالت سنغالية على الجهة اليمنى في اتجاه جيوب. الجيوب توصل على الجهة اليمنى شرسين اللاعبين الجزائريين. جيوب يحاول يمر من أمام جمال جيوب مر جيوب مر ولولو تمر من الأول يخرج لك الثاني تحاول تمر من الثاني يخرج لك الثالث والرابع والخامس وتوصل في نهاية رياض وصلت لعطال خرج راح راح الولد الصغير راح الولد راح رياض راح 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 عطال والحكم سواقي ولولو وعدلان قديونا في التغطية. عدلان مازال صنعنا الفارق يا 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 يوسف اي سفيان اختفى مرة ثانية يحاول يمر سفيان يحتاجك يوسف رجع ساديو عرضية على الجهة اليمنى يلعبها مع واقي واقي يرفع كورة في القائمة الثانية بالراس وخروج عاد رايا وصلت لرياض طلبها بغداد راح بغداد راح بغداد يا رياض راح بغداد يا رياض يراوغ رياض يسدد رياض با 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 الكنترول تاعك فريد تمريراتك فريدة ومنطل من أمام ساديو ماني ترميها للتماس يا يوسف ترميها للتماس يا يوسف ترميها للتماس يا يوسف للتماس يا يوسف كرة مثل هذه ولا تحاول أن تلعب سراي 28 سنة مبيعي حكم ماذا قال خطأ لدفاع المنتخب الجزائري توصل لساديو ماني استلمها يوسف عطال في حاجة لمساندة التوزيعة من ماني ولو
لو عدلان يخرج الكرة هذه مباشرة في الركنية لصالح المنتخب السنغالي. راح يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف راح يوسف وصلت يوسف ولا رياض محل يلحق على الكرة يوصلها على الجهة اليسرى في اتجاه رامي بن سبعين يستلمها راح بغداد اي مرة ثانية مع طرف التغطية راح يمر عليك راح يمر عليك راح يمر عليك راح يمر عليك يلعب خطيرة والتغطية الدفاعية من عيسى رائع عيسى يرجع في الوسط من هنالك يوسف بليلي رامي مرة ثانية بعيد على بغداد كويتي يسترجعها يلعبها في الوسط في خطأ من بغداد